هذا وتقام مبادرة كتف في كتف تحت راية التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتهدف من خلال الفعاليات المختلفة إلى توزيع عبوات للمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توفير المواد الأساسية. ومن المستهدف توزيع 4 ملايين لعبوات في مواد غذائية حتى نهاية شهر رمضان الكريم. سلع استراتيجية وأساسية يصل عددها إلى 12 منتجاً متنوعاً تجدها داخل سلة غذائية تخرج للمواطنين الأولى بالرعاية ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي للتنمية كتف في كتف التي انطلقت بمختلف محافظات الجمهورية. مبادرة كتف في كتف بنستهدف إن احنا نوزع 4 مليون كرتونة غذائية على المستفيدين على حوالي 25 مليون. زي ما حضرتك شايف النهاردة من الصبح احنا شغالين توزيعات في محافظة الجيزة، بنحاول نوصل لأكبر قدر من المستفيدين للطبقات الأولى بالرعاية. طبعا المبادرة مستمرة معانا من أول امبارح تقريبا، كنا في محافظة جنوب سيناء، مستمرة معانا خلال شهر رمضان إن شاء الله، وهنوزع الكراتين على جميع محافظات الجمهورية بإذن الله. المبادرة تستهدف توزيع 4 ملايين سلة غذائية وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتتنوع الفعاليات ما بين سلات غذائية ووجبات ساخنة وحملات طرق للأبواب. ناس كتير قوي بتبقى محتاجة ده شيء بسيطة وبيسعدها، يعني الناس بتبقى مستنى، وخاصة في غلو الأسعار، فالناس يعني الحاجة دي بتبسطها وبتسعدها وبتساعد معها في الأيام يعني اللي احنا مرين بيها دي. وإحنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود اللي هو بيعملها والمبذولة من حضرته بأنه بيساعد الغلاء وبيساعد الشعب. التحالف الوطني للعمل الأهلي يضم أكثر من 30 مؤسسة وجمعية خيرية ومدنية، وقد انطلق في مارس من عام 2022 ليعمل بالتوازي مع مجهودات الدولة في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المواطنين.